ضابط وسطاء. المشكلة الأخرى أبو زايد اللي يجب أن تناقش في هذا الموضوع، اللي غلط تكر، واللي غلط أبو سبعان، من اللي راح يعتذر؟ جاء الأخ محمد السويلم. محمد السويلم طبعا الآن محمد السويلم وخلفه عزيز وخلفه مالك معاذ، هذولا اللي قادوا النصر للمنافسة على المركز الثامن. الآن قصة أبو زايد مش قصة ثامن ولا بطولة ولا هزيمة، قصة ذل ومهانة. محمد السويلم قاد النصر للذل لما سحب هؤلاء اللاعبين ومعهم سعود حمود. سعود حمود طبعا ما له ذنب لأنه لاعب صغير في السن، وقال لهم روحوا اعتذروا لرضا تكر. أبو زايد في استاد الملك فهد فاز الاتحاد على النصر، كان رئيس الاتحاد منصور البلوي ورئيس النصر عبد الرحمن بن سعود عليه رحمة الله. الأمير عبد الرحمن بن سعود مش من عادته يروح لحد نهائيا، لا فايز ولا مهزوم، يروح الفريق هو بس. منصور البلوي جاء لغرفة النصراويين قال له أبو خالد ما يمكن ما يكون، أنت كذا قلبت المعادلة، المفروض أنا اللي يجي. فأخذوا بيده وراحوا لغرفة الاتحاديين وهنأهم. قد تكون ذكاء من منصور البلوي، لكن أنا أعطيك إياها كدليل وين الأصول. الأصول اللي غلط هو اللي يجي يعتذر. الأصول أنه مدير الكرة في الاتحاد يأخذ رضا تكر يقول له تعال راح اعتذر لابنك سعود حمود، وليس العكس. السويلم أهان النصراويين، وتبرير هذه الإهانة أو مسح هذه الإهانة أن يقدم استقالته هذا المساء.